اللهم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل ختمتنا هذه، اللهم تقبل ختمتنا هذه، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا، اللهم اغفر لمن حضرها ومن لم يحضرها، اللهم اغفر لمن حضرها وسمعها وأمن على دعائها، اللهم ومن أمن على دعائها، اللهم يا الله أشف بها مريضنا، اللهم اشف بها مريضنا، اللهم يسر بها عسرنا، اللهم اغفر بها ذنوبنا، اللهم استر بها عيوبنا، اللهم اكشف بها كروبنا، اللهم تول بها أمورنا، اللهم ثقل بها موازيننا، اللهم ثقل بها موازيننا يا رب العالمين، يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية، يا من ليس له مع اسمه كنيا، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم يا الله يا من لا تراه العيون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اللهم يا الله إنا نتوجه إليك في هذه الساعة المباركة رافعين أكفنا، رافعين أكف الضراعة إليك، وأنت الحليم المنان، أنت الرحيم الرحمن، اللهم يا الله لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا، اللهم إن لنا ذنوبا أنت أعلم بها منا فاغفرها لنا، ولنا حوائج أنت أعلم بها منا فاقضها عنا، ولنا إخوانا يسألوننا الدعاء، اللهم آتهم سولهم، اللهم آتهم سولهم، اللهم آتهم سولهم، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، اللهم إن هذه القلوب وهذه الوجوه اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وعلى ختم كتابك، اللهم أدم ودها، اللهم أدم ودها، اللهم أدم ودها، اللهم اجعلنا مجتمعين على طاعتك، اللهم اجعلنا مجتمعين على طاعتك يا رب العالمين، وفقنا لما خلقتنا له،
اللهم وفقنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به يا رب العالمين. استجب اللهم دعاءنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين، لا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا الله اغفر لمن بنى هذا المسجد ولمن عبد الله فيه ولأئمته ومؤذنيه والعاملين فيه والمصلين فيه والمعتكفين فيه. اللهم اجزهم عنا خيرا، اللهم اجزهم عنا خيرا. اللهم يا الله، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبلنا جميعا. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مقترا عليه في رزقه. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الراحمين ارحمنا، ويا خير الغافرين اغفر لنا. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن ختمنا كتابك واقفين ببابك. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا وديننا خيرا فأجر الخير على يديه، ومن أراد بنا وديننا غير ذلك فاجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جنود الحق العاملين لإعلاء كلمتك ولتحكيم شرعك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم بدل عسرنا يسرا وضيقنا سعة وفقرنا غنى. اللهم يا الله اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إن لنا إخوانا افتقدناهم في هذا العام، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لعبدك سليمان، اللهم اغفر لعبدك سليمان، اللهم وسع مدخله، اللهم اغفر ذنبه، اللهم أسكنه جناتك العلى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أغسله بالماء والثلج والبرد،